شارك سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث في المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث. نعم، المنتدى الذي انطلقت أعماله عبر تقنية الاتصال المرئي حمل شعار من الخطر إلى الصمود، تسريع العمل المحلي للحد من مخاطر الكوارث بتنظيم من وزارة الداخلية بالمملكة المغربية الشقيقة ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وجامعة الدول العربية بحضور وفد من مملكة البحرين يضم مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني وعدد من ضباط الإدارة. ويهدف عقد المنتدى إلى تعزيز وتقييم تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وخطط العمل ذات الأولوية للحد من مخاطر الكوارث وبناء مرونة المجتمعات والدول في مواجهة الأخطار الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز جهود الحد من مخاطر الكوارث من خلال تبادل الخبرات وتحسين التواصل والتنسيق، كما توفر هذه المنصات فرصة فريدة للحكومات لإعادة تأكيد التزامها السياسي بتنفيذ إطار سنداي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث. بداية يطيب لي ويسعدني ويشرفني أن أكون مشارك معكم في هذا المنتدى، وأحاول أن أنقل تجربة البحرين في مواجهة الكوارث بشكل مختصر وسريع. ولكن يطيب لي في استهل أعمال هذا المنتدى الإقليمي أن أحيي جمعكم الكريم وأنقل لكم تحيات الفريق الأول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين وتمنياته الصادقة للمنتدى بالتوفيق والنجاح في دفع العمل العربي المشترك في مجال تعزيز قدرات الدول العربية في مواجهة مخاطر الكوارث. كما يطيب لي أن أعرب عن شكري وتقديري لوزارة الداخلية بالمملكة المغربية الشقيقة على دورها التنظيمي والتنسيقي وللدعوة الكريمة من قبل معالي السيد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية للمشاركة في المنتدى في إطار تعزيز المساعي لتفعيل التعاون والتكامل لتحقيق أهداف العمل العربي المشترك، ثمناً دور المنتدى في تعزيز الإجراءات وتبادل الخبرات العربية في مجال الحد من مخاطر الكوارث. وأنني على يقين بأن ما يليه المشاركون في هذا المنتدى من متابعة واهتمام كفيل بتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية العرب من أجل حياة كريمة للمواطن العربي ينعم فيها بالأمن والاستقرار والسلامة العامة. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، إن هذا المنتدى بحد ذاته تعبير عن مدى اهتمام القيادات الأمنية العربية وتصميمها على تحقيق السلامة العامة وتعزيز الجهود العربية في التصدي لمخاطر الكوارث في ظل صعوبة التحديات المتزايدة، حيث يعد المنتدى تجسيداً لوحدة الموقف والمضي في مزيد من التعاون والتنسيق وتعزيز الجهود المشتركة في ظل وحدة المصير المشترك والإرادة الثابتة في التعاون والتضامن العربي المشترك، معتمدين بعد الله على تصميمنا وتكاتفنا للعمل معا، فاجتماع الكلمة وتضافر الجهود كفيل بتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة مخاطر الكوارث.